والله انا بشوف ان اصلا الغلط ابتدى من لما رونالدو قرر يخرج من ريال مدريد. ريال مدريد كانوا مهتمين بيه جدا، الفلوس اللي بياخدها، يعني اللاعب كان كلاس اي بلس، يعني حتى الموضوع السن مش فارق، ما مودريتش بيلعب هناك دلوقتي وعنده 38 سنة، فرونالدو لسه 36، ففرق سنتين، ورونالدو وهو بيلعب اكنه عنده لسه 26 27 سنه. فالجوانب بتاعت خروجه من ريال مدريد مش واضحه لغايه دلوقتي وما لهاش سبب، وهو طلع ما صرحش، يعني هو حتى التصريحات السلبيه اللي صرح بيها كانت عن مانشستر يونايتد ومعاملته في مانشستر يونايتد، وهي دي سبب خروجه. يعني انا بشوف ان هو النصر السعودي، انا شايف ان هو اختيار ما كانش احسن حاجة، طبعا مع احترامنا للدوري السعودي واخواتنا السعوديين ونادي النصر السعودي، لكن مش ده الباب الكبير اللي هيخرج منه كريستيانو رونالدو ويقول انا خلاص انا هعتزل في النادي ده، مش ده برضك الدوري الكبير او اللي انا التوب مثلا 10 اللي هو يخرج منه كريستيانو رونالدو. كنت بشوف ان هو كان الاحسن ليه ان يروح بنفيكا، على الاقل كان هيبقى عنده فرصه ان هو مثلا يلعب في الدوري الاوروبي او الشامبيون ليج او اي حاجه من الدوريات الكبيره اللي يقدر يظهر بيها تاني، ويقدر يزود بيه اهدافه الاوروبيه وارقامه الاوروبيه، ويقدر يكسر ارقام اوروبيه. نادي بنفيكا معروف ان هو نادي كبير، يقدر ياخد معاه دوري تاني، وعلى الاقل يبقى رجع تاني للنادي اللي خرج منه. يعني نادي مانشستر يونايتد هو اللي كبره، هو اللي عمله، هو كان عايز ينهي حياته فيه، بس هو ما لقاش المعامله المناسبه ليه. انا بشوف ان كريستيانو رونالدو مش هيكمل عقده في النصر، وده هيبان مع الوقت، ومش هيأدي زي ما الناس بتظن، لان كريستيانو رونالدو بيحتاج عناصر معينه تحركه، لان كريستيانو رونالدو وهو عنده 25 سنه، مش وهو عنده 36 و37 سنه. لو كان عايز يعمل تجربه كان ممكن يروح لانديه اكبر في السعوديه او انديه اكبر في الامارات او في شمال افريقيا، يعني في انديه اكبر بكتير جدا من الانديه السعوديه، النادي الاهلي المصري، نادي الوداد المغربي، نادي الراجا، نادي الترجي، كل الانديه دي انديه كبيره ويقدر يحقق معاها ارقام، يعني سواء النادي الاهلي او نادي الوداد او نادي الترجي او نادي الراجا، يعني دينا انديه ارقام داخلين كاس عالم للانديه، عندهم كؤوس. نادي الاهلي تاني نادي في العالم عنده كؤوس قاريه، فكان ممكن يخش كده. يعني هو في تصريحه اصلا في الاجتماع قال ان هو ما كانش بيبص على الماده زي ما كان بيبص على تجربته في دوري من الدوريات العربيه عشان يحيي الكره العربيه. الكره العربيه اظن انها اشهر في شمال افريقيا اكتر من شبه الجزيره العربيه، سواء بقى في السعوديه او الاردن او لبنان او الدوري القطري او الاماراتي او الكويتي. اكيد ده حلم، اكيد ده بيحققوا حلم او بيعيشوا حلم ما كانوش يتمنوه. يعني ده لعيب ارقام كبيره، لعيب هداف، لعيب عمل اللي ما اتعملوش. يعني انا بشوف ان كريستيانو رونالدو وميسي من احسن لعيبي كوره جم في التاريخ، لكن كان ميسي اذكى كتير من كريستيانو رونالدو. ميسي ما قررش يمشي من برشلونه الا لما برشلونه هي اللي قررت تمشيه، لكن ولما راح في صفقة كويسة على حجمه وعلى قده وعلى قد إمكانياته في الدوري الفرنسي، ومع ذلك بيخش الشامبيونز ليج وبينافس على بطولة أوروبية، بينافس على دوري فرنسي، لقى الحاجة اللي تناسبه، لقى الحاجة اللي على قد إمكانياته وعلى قد سنه، لكن كريستيانو ما حسبهاش كويس. النصر السعودي عمل اللي ما حدش يحلم يعمله، انه يجيب لاعب بحجم كريستيانو رونالدو يحطه في قوايمه، يتسجل في التاريخ ان من احسن 2 لعيبه على مر التاريخ مضوا مع نادي النصر. طبعا طبعا طبعا،
على قد ما يعني شرف لينا كعرب ان واحد من اللعيبه الكبار ان هو يتمنى في الدوريات العربيه، لان في الاول والاخر سواء السعوديه، المغرب، مصر، لبنان، الامارات، كل حته في الوطن العربي، ده شرف لينا ان في الاخر لاعب من اللعيبه الكبار يتمنى يلعب في الدوريات العربيه. اه ممكن يكون اصله عربي اندلسي واحنا اصلا في بلاد حضاره الاندلس، ممكن نراجع الوثائق دياله يعني والوثائق بتاعته ونشوف اذا كان اصله اندلسي ولا لا، وساعتها بقى نطلع له شهاده ميلاد مغربيه بقى وشهاده ميلاد عربيه. والله انا اتمنى له التوفيق وتكون نقطه تحول ليه، واتمنى تكون يعني تكون نقطه تحول كمان لينا كبلدان عربيه، ان يبدا اللعيبه الاوروبيين يفكروا ان هم يجوا يحترفوا عندنا، لان احنا مش انديه قليله ولا بلدان قليله، عندنا تنافس، عندنا كؤوس، عندنا بطولات. النادي الاهلي ثلاث مرات كاس عالم ورا بعضيهم، النادي الاهلي بيفوز بمرتين متتاليين بكاس افريقيا، يعني نافس المره الثالثه وفاز بيها برضك اشقائنا المغاربه نادي الوداد. فالانديه العربيه والانديه الافريقيه مش شويه، احنا محتاجين فرص، محتاجين ان احنا يتشاف شويه البلدان العربيه والبلدان الافريقيه. وطبعا المنتخب المغربي شرفنا وسطر تاريخ من بستور من ذهب للكره العربيه والكره الافريقيه، وشرف كل واحد بينتمي للعروبة، بينتمي لقارة أفريقيا في كأس العالم، عملوا أرقام كبيرة جدا، لعيبة أدت اللي عليها، وفوا وكفوا زي ما بنقول. كنا نتمنى أن كان يروح للمربع الذهبي، لكن طبعا الأجواء والتعب والعيا ما كانش في صالحهم كتير، وكمان الضغط النفسي، لعيبة وصل فجأة وصلوا في مكانة بمجهودهم مكانة كبيرة جدا، بقى مضغوط عليهم من كل العرب، من كل المسلمين، كل الناس بتدعي لهم، حسوا ان كل الناس بتبص لهم. وفوا وكفوا، عملوا اللي عليهم، حطونا في مكانة كبيرة قوي. كاس العالم الجاي 9 بلدان من قارة أفريقيا هتشارك في كاس العالم بفضل تعب وسعي المنتخب المغربي في البطولة الأخيرة. بشوف أن رونالدو هيكون برضك حجر جديد في ميزان الكرة العربية والكرة الأفريقية، ان فعلا يعني احنا مش بلدان قليلة، يجي يحترف عندنا لعيبة كبار من الدوري الأوروبي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.